كون الحكم في البحرين يستخدم الورقة الطائفية بأكثر من أسلوب لتثبيت نفسه وتمرير مشاريعه المطلوبة له وإضعافا للشعب وتفتيتا لكلمته لا يعني أن طائفة تحكم طائفة أخرى. الطائفتان محكومتان ومقهورتان ومظلومتان وغير معترف بإرادتهما، ومصادرة الكلمة تشملهما، والثروة المنهوبة هي ثروتهما، والسياسة الفوقية المفروضة سارية عليهما، والكلمة الدينية الحرة الصادقة مضيق عليها بما يعمهما، مسجد من مساجد الأخوة السنة يوقف أذانه من أجل حفل غنائي وقت الصلاة. الطائفة السنية الكريمة لا ترسم سياسة البلد، ولم تضع دستوره، ولم تختر بصورة حرة مجلسه النيابي، وليست هي التي تشكل مجلس الشورى، ولا تقوم بتعيين السلطة القضائية ولا التنفيذية. كل ذلك خارج عن يدها، مفروض عليها، كما هو مفروض على الطائفة الشيعية على حد سواء. أخوة سنة وشيعة، على الوطن من فيها. أخوة سنة وشيعة، على الوطن من فيها. ليس أمام هذا الشعب بكل مكوناته إلا أن ينظر إلى كل أبنائه بعين واحدة، هي عين المواطنة المتساوية، وأن يصر على مرجعيته في الحكم وكونه مصدر السلطات الثلاث، متحملا مسؤوليته أمام ربه سبحانه فيما يختار في هذه المسألة المصيرية الكبرى التي تؤثر تأثيرا هائلا جدا على دينه ودنياه وآخرته. وخيارنا الثابت هو هذا الخيار، خيار المساواة بين كل المواطنين، وخيار النظر إلى كل المواطنين بنظرة مواطنية واحدة. أكرر من جديد أن مسيرة اليوم مسيرة الشعب، لا مسيرة جمعية ولا جمعيات معدودة من جمعياته فحسب، ولا مسيرة توجه من توجهاته السياسية، ولا طائفة دون أخرى. مشاركتي في هذه المسيرة ودعوتي إليها لا تجعل لي خصوصية فيها، ولا تجعل رأيي الخاص هو منطلقها. مسيرة اليوم، أنا واحد من هذا الشعب الذي يشارك في مسيرتكم الجماهيرية الواسعة اليوم، وعلى حد أي مشارك آخر حتى الطفل. مسيرة اليوم مسيرة شعب لابد أن يظهر فيها أكبر إجماع ممكن من الشعب دوداً عن مطالبه السياسية والحقوقية، معلناً دفاعه عنها وإصراره عليها وعدم تخليه عنها، أو مغادرته، أي عدم مغادرته للساحات دون تحقيقها. لبيك يا بحرين، 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 لبيك. كل ذلك في سلمية أخذ الشعب على نفسه الالتزام بها، بعيدا عن كل العصبيات الجاهلية وما يضر بوحدة الأمة والمجتمع، وما يسيء لمصلحة الوطن، وما يؤثر سلبا على حق هذا الشعب ووجاهة مطالبه. تبرهنون اليوم إن شاء الله على أن مسيرتكم مسيرة شعب، وجماهير هذا الشعب على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقياداتهم وشرائحهم، لنقول بأنه لتقول كل هذه الجماهير بأنه لا تراجع عن المطالب،
ولا مساومة عليها ولا تفريط بها، ولن نغادر الساحات بدون تحقيقها. المسيرة اليوم وحدوية، المسيرة اليوم وحدوية تتسامى على كل النزعات الفئوية والحزبية والطبقية والطائفية وكل عصبية أخرى تمت إلى الجاهلية بأي سبب من الأسباب. تحتشدون اليوم من أجل السجون المليئة بأحراركم، من أجل المفصولين، من أجل المعذبين، من أجل كل الظلمات التي تعانون منها، من أجل مخرج سياسي، من أجل مخرج سياسي كفيل بإعطائكم مكانتكم ومرجعيتكم المغتصبة منكم. تحتشد جماهير شعبنا اليوم إحقاقا للحق وانتصارا للعدل وتشديدا على المساواة وتمسكا بالحرية والعزة والكرامة. تحتشدون اليوم لإبلاغ رسالة شعب أخذ على نفسه ألا يرده عن مطالبه العادلة شيء، ولا يزحزحه عن حقه شيء، وأن له إرادة على هذا الطريق لا تنكسر، ووعيا لا يستغفل، وتلاحما لا يفل، وتضامنا لا يقبل الالتفاف عليهم.